diagnosis. والمحاضرة الثانية كانت عن البين كنترول، شلون تقدر تتعامل ويا البيشنت من ناحية البين كنترول والانستيزيا شنو أنواعها. اليوم ناخذ عن الراديوغراف اللي هو فد وسيلة جدا مهمة على طبيب الأسنان حتى يقدر يشوف اللي ما يقدر يشوفه. فالراديوغراف مقسم حسب الاستخدام مالته، عندنا احنا اللي يخصنا بالنسبة لمحاضرتنا راح تكون عن الاندودونتيك راديوغراف اللي هي الاكس رايز او التقنيات اللي نستخدمها في علاج الاندودونتيك كيسز. فشنو هو الدنتال راديوغراف؟ الدنتال راديوغراف allow indirect vision to the dentition and supporting structure and provides the standardization of intracranial procedure. As a result, radiographs are a very important aid for endodontic diagnosis and treatment. شنو معنى standardization of intracranial procedure؟ يعني length of the canal. Number of the canal. Estimation. معناها نسوي قياسات مضبوطة في كل جلسة، في كل step. احنا بالإندو يكون الراديوغراف يساعدنا انه نحصل قياس في مكانات احنا ما نقدر نشوفها، ما نعرف. طول الروت ما نقدر نعرفها فيجوالي ولا تقدر تقيسها فيجوالي. فالطريقه الوحيده هي عن طريق الاندودونتيك راديوغراف. طبعا اقوى ياها الابكس لوكيتر، بس دائما كومبينيشن اوف ابكس لوكيتر ودنتال راديوغراف يعطيك بيست ريزلت، افضل نتيجه. لان اكو هسه بالعلم الحديث يقول لك انه صح الطول انت لازم تكون فد 1 مليم على الراديوغرافيك ابكس، بس احتمال الابيكال او الابكس او الفورامين تكون 4 مليم عن الراديوغرافيك ابكس. فيساعدك بهذا الشيء الابكس لوكيتر. فانت اذا تسوي كومبينيشن ابكس لوكيتر ودنتال راديوغراف راح تعرف الوركينج ليث الحقيقي اللي ممكن تشتغل عليه. شنو هي الكونسبتس اللي يعتمد عليها الراديوغراف؟ أول شيء إنه الإكس راي أو البيمز مال إكس راي are similar to the light rays in that both travel straight line until deflected or absorbed. بمعنى إنه أشعة الضوء أو أشعة الإكس راي تنتقل بخط مستقيم إلى أن يصير بها deflection انكسار أو إنه absorbed by a body. فهاي البرنسبل الأولى أو الكونسبت الأول شلون إنه نقدر نستغل الراديوغراف أو شنو الفائدة من الراديوغراف. النقطة الثانية، the radiograph is a shadow image، بمعنى أنه يعني صورة ظل، مو الصورة الحقيقية، صورة ظل representing differences in the density of objects in the X-ray path، بمعنى أنه عندك structures مختلفة خلال الباث مع X-ray beam. هاي structures density مالتها تختلف، density بمعناها الكثافة، البون عن المفاصلز، عن التشو الاخرى، كلها كل واحد له دنسيتي خاصه وابزوربشن، خاصيه ابزوربشن اوف اكس راي خاصه. فلذلك راح يعطيك ديفرنت شادو بمعنى ديفرنت يعني ظل مختلف من واحد الى واحد. مثلا البون يمتص الاكس راي فما يخلي الاكس راي بيم توصل للفيلم اللي هو سنسيتيف للاكس راي، فراح يطلع ابيض، تمام؟ بينما السوفت تيشو لا، الاكس راي يخترق السوفت تيشو، لذلك يطلع اسود او نو شادو، تمام؟ بينما الستركتشرز اللي هي تكون بوني، الانامول الدنتين، تمتص الاكس راي فتطلع على شكل راديو اوبليك اللي هي تكون شادو اوف ذيز اوبجكتس. فلذلك لازم تخلي ببالك انه هاي الايمج هي شادو مو الايمج الحقيقية، شادو. فلذلك هي تو دايمنشن، يعني اكس واي اكس واي، فما تعطيك البعد الثالث اللي هو الثيكنس. مثلا هذا التوث انت تشوف بس ايمج من جهه معينه تو دايمنشن، بس ما تعطيك الثيكنس مال التوث. شلون نتفرج ان شاء الله بعد وقت اراويكم السي بي سي تي اللي هو 3 دايمنشن، شلون نقدر نفرق وشلون نشوف. عندي يعني السي بي سي تي. فهاي الكونسبت الثاني. الكونسبت الاول قلنا الريز او البيم كونستريت. الكونسبت الثاني انه الايمج هي شادو تعكس الديفرنت دنسيتيز مال الاوبجكتس اللي موجوده خلال الباث اوف الاكس. النقطه الثالثه، ذا سايز شيب اند كونتراست اوف ذا شادو ايمج
اللي هي هذه are subjected to many distortions, بمعنى انه ممكن تتعرض الى تشوهات كثيره, since they are dependent on the physical properties of the object through which the x-ray passes. قلنا الدنسيتيز تختلف ما بين البون السوفت تيشو الانامو والدنتي. اذا تلاحظون الانامو يطلع مور راديو اوبيك اكثر من الدنتي. ليش؟ مين يقدر يقول لي؟ ابزوربشن. ابزوربشن يختلف. ليش الابزوربشن؟ لان الدنتي اكثر. المينرال عاده تعكس الاكسترا. الراديشن سورس مصدر الراديشن, طبعا اكو اكس راي هيد او سورس يكون اقوى من غيره, فلذلك الشادو او الايمج اللي نحصلها اللي هي الاكس راي ممكن تتاثر بنوع الاكس راي اللي بدنا نستخدمه. فلذلك نستخدم ديفرنت تايمينج حتى يحدد لنا السورس. مثلا البوستيريور تير تختلف عن البريمولر, البريمولر تختلف عن الانتيريور, كل واحد له دوز معين. الفيلم on which the image is recorded, الفيلم اللي راح توقع عليه الاكس راي, يعني الاكس راي سورس, البيم, الاوبجكت مالتنا والاكس راي فيلم, هذا الفيلم حسب السنسيتيفيتي مالته تفرق من نوع الى نوع, تمام, حسب قابليه استقبال الاكس راي والريكوردينج مالته يفرق من نوع الى نوع. فذن الثلاث نقاط يؤثرن على السايز شيب كونتراست اوف ذا شادو ايمج اللي نحصل. اكو افلام تعطينا ايمج جيده, اكو افلام ايمج مالتها مو واضحه, اكو افلام تكون سريعه الامتصاص الاكس راي, فلذلك الدوز اللي نحتاجها من الاكس راي تكون قليله مره. طبعا نحاول نقلل الدوز اقل ما يمكن. الاكس راي ترى كارسوجينيك, كارسوجينيك سورس, فلذلك نحاول نقللها اقل ما يمكن للمرض. Suggestion for good endodontic radiograph. شنو هي اللي الأمور اللي تساعدنا نحصل endodontic radiograph؟ طبعاً هذا الشيء مهم لأن باكر عقب عيادتك أنت وحدك ما عندك واحد يأخذ لك الإكس راي, أو احتمال الأسستنت يساعدك, بس أنت اللي تحط البوزيشن inside the patient mouth, أنت اللي تحط التايمينج, تحدد كل شيء بحيث إنه تحصل good radiograph أو endodontic radiograph بالتحديد. إحنا عادة الendodontic radiograph يفيدنا شنو؟ بالإيرفيكال إكس راي, بالإيرفيكال إكس راي, البايت مين له علاقة بالكيريز, مانجمنت أوف أوبراتيف تريتمنت, بس بالإندودونتيك نحتاج البيريفيكال إكس راي حتى تطلع لنا البيريفيكال إيريا. من اسمها بيريفيكال إكس راي لأنه نحتاج البيريفيكال إيريا, تمام, وأيضا نحتاج الكرام. فواحدة من الأخطاء إنه بعض الدنتس ما ينتبهون على الكرام لأن البوزيشن مالته مال فم غلط. فأول نقطة بالسجستشن فور جود اندودونتيك راديوغراف, فور بريفيكال اكسبوجر ذا ايدج اوف ذا فم از بوزيشن بارلل اور تو اند نير ذا انسايزر اور اوكلوزر سيرفيس اوف ذا توث سو ذات ذا توث ابيسيز ار نير ذا سنتر اوف ذا فم. بمعنى انه الحافة مال الفيلم تخليها يم الانسايزر ايدج او الاوكلوزر 1 تو 2 ملم او الاوكلوزر كيبل إذا كان مولر أو تري مولر, تخلي الفيلم 2 ملم عن الانسايزر ايدج اوف ذا توث بحيث انه الاتكس راح يطلع عندك بالسنتر. احنا التكنيكس اللي نستخدمها عادة في العيادة البايسكتنج. اوكي هو فصل اداة شوز في شدة؟ كيف؟ كيف نكمل؟ كيف نكمل؟ نكمل؟ على العقل زين؟ فالبريفيكال اكسبوجر قلنا لازم يكون الحافه مال الفيلم 2 ملم عن الانسايزر ايدج حتى نقدر يلا احسن انا كيف لا بالعكس احسن حتى يشوفون الصور. الصور اي اللي ما بعدين شرحنا البيزك راديوغرافي كونسبت اللي نعتمد عليها عملية أخذ الراديوغراف. بعدين suggestion for good radiograph, قلنا لازم انه الفيلم يعني هذا الفيلم 2 ملم عن الانسايزر ايدج حتى يقدر يطلع عندك الابكس نص الراديوغراف. السجستشن الاخرى حتى تحصل جود راديوغراف بس صوت ولا ترى يعني نزل على يعني لا تخلي حافه بحافه. انا
لازم شوية تنزل. البلاستيك ثامب هولدر يساعدك انه تحصل على مور ستاندرايز بوزيشن، بمعنى انه ممكن انه تعيد البوزيشن تاخذ نفس البوزيشن، بينما البايسكتنج ما ممكن انك تحصل نفس البوزيشن ونفس الشادو ايمج. هاي ممكن انه الى حد ما يطلع لك نفس الشادو ايمج اللي اخذتها اول مره. هاي تفيدنا في حاله انه نريد نشوف السكسس مال التريتمنت مالتنا ورا فتره. اكو بيرابيكال ليجن قل، صغار او راح او ازدار. فالفيلم مولدر اللي هو عباره عن بلاستيك ديفايس يتخلى بالفيلم بالمكان المخصص له، طبعا البوستيريور الفيلم يكون بالعرق تمام، الانتيريور يكون الفيلم بالطول، والبيشنت يعض على جزء من عنده. هذا البارت راح يساعدك انه تخلي الكون مال الاكس راي عليه، يعني هذا البارت راح يكون داخل البيشنت ماوث بالفيلم، وهذا البارت يكون اوتسايد ذا بيشنت ماوث طالع لي تمام. مشتغلين فعندك بوستيرير انتيرير، وعندك الوايت وينج اللي قلنا يفيدنا بال distortion of the X-ray film. النقطة الثالثة اللي لازم ننتبه عليها، because of the angle of hard plane بالأبر the films are held by the finger, usually shown like ciliary molars with short pucker roots and very low palatal roots. فهي لازم نخليها بالنا انه ضغط الفيلم by the patient، الضغط مال الفينجر على الفيلم ممكن انه يسوي لك distortion ان الفيلم راح ينعوج عندك، فمن ينعوج راح تطلع الفليتا روز هواية أطول من البقر تمام؟ فالصورة ما تعكس الوضع الحقيقي، احتمال الروز متساوية بطول بس انت تشوف الفليتا أطول. Techniques employed for intraoral periapical X-ray. فعندنا parallel technique اللي تستخدم بيها الديفايس، البلاستيك ديفايس فيلم هولدر، والبايسكتنج انجل تكنيك. بالنسبه للبايسكتنج انجل تكنيك بتخلي الفيلم هذا التوث النوت اكسس اوف ذا توث، الفكره انه انت تسلط اكس راي سورس او بيم يكون بيربنديكولار على لاين ايماجيناري لاين، يقسم لك الزاويه ما بين التوث وما بين الفيلم، فانت بحيث انه البيم يكون كربنديكولر على هذا البايسكتنج انجل، حتى لو كل التوب يكون انسايد ذا فلوب. طبعا هو الدايجرام شويه فيه خطا، لانه الاكس راي سورس لازم يكون شويه اعلى حتى يشمل الروت، والفلوب يكون اطول الى هنا حتى الروت كله يشيل تمام، لان هذا جزء من الروت ما راح. فالX ray source passed perpendicular to the angular bisector اللي هو هذا of the angle formed by the long axis of the tooth and the X ray film. No film holding device are required. اللي هي التكنيك اللي نستخدمها عادة وأكثر شيء بالعين. فمن تخلي الX ray source لازم تخلي بالك إنه يكون perpendicular على ال bisecting angular line. Parallel technique تكون different إنه long axis of the tooth نخلي فيلم parallel للlong axis of the tooth، ذاك مو parallel، ذاك يكون بزاوية اتصال ما بين long axis وما بين الفيلم، أكو زاوية اتصال بينهم، هنا ماكو اتصال، فلذلك ال X-ray source راح يمر عبر التوث بصورة كاملة ويوقع على الفيلم بصورة perpendicular، فيكون ال X-ray مباشرة perpendicular على الفيلم، بينما ذاك ال X-ray يكون perpendicular على ال bisecting angle line ال imaginary، فأكو فرق زاوية يسموها bisecting technique، بينما ال parallel technique لا، يكون ال beams ال X-ray beams يكون perpendicular على الفيلم. Parallel technique يسموها لأنه الفيلم parallel للtooth لل long axis of it. طبعا هاي تكون more accurate لأنه ال dimension التوث راح يطلع نفس ال dimension مالته، يعني نفس الطول مالته، يعني بينما هناك لا راح يطلع لو إلينجيتد لو يكون شورت.
لانه يعتمد على البايسكتنج انجل. بينما هذا لا راح يطلع نفس الطول، فحتى تقدر تاخذ الورك نيت انيشال ورك نيت من عندك. تقيسه على الاكس راي بالمسطره تعرف انيشال ورك نيت مال هالتروث هيدي. فتقدر تخلي هذا الشيء اثناء عمليه الورك نيت. فهي كلش مفيد. Film should be placed in the most parallel to the long axis of the tooth being examined in the parallel. Central ray of the X-ray beam is directed perpendicular to the film on long axis of the tooth. شوفوا X-ray beam perpendicular. A film holder must be used to keep the film parallel. مع وسيلة أخرى نقدر نخلي الفيلم parallel to the tooth إلا عن طريق الفيلم holder. ما ممكن. فلازم تستخدم film holder يشمعنا. مثل ما تشوفون هاي بايسكتينج هذا الاكس راي سورس هنا الفيلم ان كونتاكت وذ توث السورس اوف ذا اكس راي راح يكون بيربنديكولار على البايسكتينج انجل تمام بينما البارل يكون هيك نفس التوث يطلع باشكال مختلفه تشوف الساينس نازل على الروس مغطي لك الروس فما تقدر تشوف الابكس بالبايسكتينج مرات بما انه بايسكتنج فاذا تشوف الاكس راي سورس يقب بالساينس هوايه وينعكس على فد انجل معينه بالفيلم فتشوف الساينس ينزل عندك على التوث خصوصا بالأفر يغطي لك الروت خصوصا بالسكس تمام تشوف الساينس شلون نازل بينما هنا لا تشوف الساينس المكان وهذا ايش نايجيريان نمبرين مال ساينس اللي هو الممبرين اللي يحوط الساينس من الداخل فتشوف انه اكو سبيس ما بين الابكس اوف ذا تور حتى تشوف التليتا تقريبا نفي او انه صاير نفس الطول مال البكر التليتا والروتس مال 6 تمام فهاي بيها فائده جدا مفيده جدا بالاندو خصوصا والفولو اب اوف ذا بيشنت لان انت تقدر تحصل نفس الصوره ورا فتره 6 شهور تستخدم نفس الفيلم هولدر نفس البوزيشن فتطلع لك نفس الصوره لان ترى في الابيكال ليجن اذا تشوفه ديفرنت انجلز ديفرنت اكس رايز راح يطلع مختلف جهه يطلع موجود جهه يطلع ما موجود فهو عموما الاكس راي الابيكال اكس راي فيها ليميتيشن كلش هواي هسه تاخذون بالسي بي سي دي 3 دايمنشنال فهاي ليميتيشن لان اصلا هي 2 دايمنشنال يعني تعطيك ايمج مال 2 دايمنشنال مو 3 دايمنشنال فهذا الفرق ما بين البايسكتينج والفرق فقلنا البايسكتينج انجل شورت كون از يوزد الكورن تكنيك لونج كون از يوزد الفيلم ان كونتاكت وذ كراون اوف ذا توث 2 مليمتر بلو ذا انسايزال ايدج اون ذا اوكلوزال سيرفيس بينما بالكارولين تكنيك فوق از بليس بارل تو ذا توث اند نوت ان كونتاكت وذ ذا كراون بيوند ذا فرونت هولدر هاي قلنا البيشنت اتس هيلد باي بيشنت فينجر And now it's held by thumb holder. The vertical angulation are different according to the position. Vertical angulation my cone, my X-ray. لأن أنت لازم تغير vertical angulation حسب bisecting. شوف bisecting angle. أنت لازم تغير حسب bisecting angle. بينما أنا vertical angulation zero. تقدر تعدل position in head. My patient تعدل position zero. وتستخدم cone zero position. Distortion of the image due to finger pressure. I was a complication, let's say, with bisecting angle. The buccal object rule, اللي نستخدمها في حالة two canal, at the buccal or lingual canal. فحتى نتجاوز انه canal تصير four canal, نستخدم buccal object rule. حتى نقدر نشوف كل canal واحد. خصوصا بالبريمولارز، انت راح تشتغل بالبريمولارز. الأفر فور تقريبا 80 إلى 85% من الكيسز تو كانولز تمام فمشكلتك من تاخذ اكس راي اذا كان السورس مال اكس راي مقابل التوب مباشره مقابل الفور راح يطلع كانال فور كانال فلما تشوف الاكس راي تشوف كانال فور كانال مال صورنا هاي هون فتشوف كانال فور كانال هاي هنا كانال هنا كانال فالسورس مال اكس راي راح يكون مباشرة على التوب فتطلع بالفيلم كنال فوق كنال ما تقدر تشوف فتشوف حتى كنال واحد بس هي بالاصل اثنين تمام فشو تسوي احنا التقنيه اللي نستخدمها يا اما نحرك الكون ديستالي هذا مولر هذا بري مولر فنحرك الكون ديستالي او نحرك الكون ميجيال
نجيبها من جهة الكنب. فذاك يكون بدل ما نخلي عدد فور نحطها من جهة الكنب حتى تطلع لنا تو كنب. من طبع من طب طب الأشعة من تعبر الأشعة الإكس راي دي خلال التو راح يطلع لك تو شادو. تو شادو على الكنب. لأن ما راح تصير واحدة فوق الثانية. لأن البيم وقلنا إحنا البيم يمشي ستريت لاين. بما إنه يمشي ستريت لاين فوين ما تخلي البيم هو راح يمشي ستريت لاين. نتصورون الفكرة؟ تمام؟ فأنت ما دام يمشي ستريت لاين فهو إذا كانت الكنال بهالمكان وبهالمكان فراح يمشي خلاله فيطلع بالفيلم. بينما إذا كانت ستريت لاين واحدة وراء الثانية فهنا راح يطلع واحدة فوق الثانية. فهاي الفكرة. فأنت من تحرك الكون على جهة معينة أولا لازم تخلي بالك إنه الدستال والميجان قراءتك راح تختلف. البوزيشن مال كنالز راح يختلف إذا خليته دستال أو إذا خليته ميجان. شلون تختلف؟ مثلا هسه نقول الحمراء هي البكال كنال والصفراء هي اللينجو كنال. هاي بس كإشارة إنه البكال واللينجو هو الكنال داخلك طبعا مسافر بس حتى يشير لك إنه هذا البكال وهذا اللينجو. فلما تشوف إذا حطيت الدستال البكال راح تكون أقرب للميجيال تيف فهو الفيلم راح يطلع لك الكناي راح يطلع لك اللاترالين. فالكنال القريبة على فالكنال القريبة على الكناي واللاترال راح تكون البكال في حالة إنه خلي دستال والكنال البعيدة هذه الصفرة هاجدك الكنال بالفيلم البكال واللينجوا الكنال اللينجوال راح تكون القريبة على الدستال على المولر. بالميجر تختلف. فمن تخلي الكون ميجر البكر راح تكون قريبة على الدستال واللينجوا راح تكون قريبة على الانتيريور الكناية واللاترال. هذا بالنسبة للفوق طبعا المولر يعني نفس التقنية بس احنا الأبر سكس ما نحتاج بكر وميكرو تكنيك لأنه ثلاثة واثنين بكر فيطلع عن قدامك يعني مباشرة تحاليل. بس اللور مولر نحتاج لأنه الميجر عندك ديستال كنال عندك اثنين ميجر فالميجر تحتاج أنه تسوي شيء. صار واضح أكو سؤال؟ إن شاء الله إن شاء الله. استفسار مو واضح؟ عشرين بكر أوبجكت فتقدر تسويها ديستال تقدر تسويها؟ مثل ما تشوفون هنا كنال فوق كنال لأنه مباشرة تمام تقدر تميز الأفكس أو النهاية مال كنال هنا لا سوى هذا شفتي فنشوف إنه كل كنال تختلف عن الثاني. طبعا أنا ما أعرف الشفتي إنه يسوي ميجر ولا ديستال بس حتى أقدر أقول لك إنه هاي بكر لون. أكو فاكتورز ذات أفكت ذا كواليتي أوف ذا راديوغراف أند إتس إنتربريتيشن. طبعا إحنا في جامعة بغداد نستخدم رابر دام ما أعرف إحنا قاعد في رابر دام ولا بس هو الرابر دام جدا مهم بس اكو كومبليكيشن بالاكس راي بالرابر دام لانه الفريم مالته فتطلع بالاكس راي فلازم تشيله او في كل الاحوال لازم تشيله وعندك الكلامب ايضا الرابر دام هولدر على الفريم ممكن انه تتاثر او تتداخل ويا الاكس راي لانه بما انه هي معدن فتمتص الاكس راي فقام يصنعون فريمات بلاستيك. هذا مثال على إنه رايبيغراف شوني إن ذا دونت إنسترومنت أند روبرت دام كلام. فتشوف إنه يتداخل في عملية القراءة. تريد تشوف هنا أكو مشكلة أو شيء فلازم يكون بلاستيك أكثر أو أحسن بلاستيك. فعندك كلام بلاستيك وعندك فريم بلاستيك. عند النقطة الثانية اللي ممكن تسهل لنا عملية الرايبيغراف automated processing radiograph aku automated processing technique of a clear radiograph بما انه اوتوماتيكيا ما تعتمد على الايرشن مالتك او الهيومن فاكتور تعتمد على الماشين فالراديوغراف راح يكون بكواليتي جدا عاليه فهذا ايضا يساعد انه تحصل راديوغراف جدا ممتاز. It maintains a water path heated by a thermostatically controlled heater that maintains the developer and fixer at 100 Fahrenheit. So shortening time,
shortening the time needed to process an Arabigraph film. The exposed film is immersed in the developer for 5 to 10 seconds, pressed with water, and then placed in the fixer until it becomes clear within 15 to 20 seconds. فهاي الإجراءات اللي ممكن إنه تساعدك إنه نحصل ريليغراف جيد. عندنا النقطة الثالثة, all endodontic radiograph was detained and mounted in chronological sequence to allow for immediate reference. بمعنى إنه حسب التواريخ شغل الإندو شوية مزعج ومعقد, فلذلك لازم كل patient عندك سجل معين خاص, والإكس رايز يعني مرتبة حسب التواريخ مالتها حتى تقدر ترجع للسن وتشوف شنو اللي سويته بالماضي, شنو الكومبليكيشنز اللي واجهتك, فلازم تكون كل شيء مرتب حسب التواريخ حتى تقدر ترجع له. الفيلم ماجنيفيكيشن جدا مهم, يعني اعتقد انه جدا من الاشياء المهمة انه لازم ماجنيفاي ذا اريا اوف انترست. انت عندك انترست باريا مثلا الابكس اوف ذا توث, يو شود ماجنيفاي ذا اريا بيكوز يو ويل سي ديفرنت ثينجز. ما اعرف اذا اكو واحد يشتغل مايكروسكوب لوبس لوبس تستخدمونه. طبعا تشوف طب الاسنان بشكل مختلف تماما عما انه انت تشوفه بالليل. انا بشتغل مايكروسكوبات بشتغل لوبس. الفيلد اوف اوبريشن يختلف تماما يختلف تماما, يعني تشوف عالم ثاني زين. فمن الامور الجيده هسه الماجنيفيكيشن المايكروسكوبس اللوبس, بس تحتاج وقت حتى تتدرب عليها وتتعود عليها لانه تختلف عن النيكروز. فالماجنيفيكيشن حتى بالاكس راي جدا مهم. انصح انه اي واحد يجيب وياه ماجنيفاينج لينس عاديه يحطها بجيبه ويستخدمها. الفيلم ماجنيفيكيشن اسينشال تو سي كليرلي ديتيل ستراكشر ان ذا فيلم, اند ذس از دان باي ماجنيفاينج لينس. بس nowadays there is no need for this lens because digital radiograph allows detailed picture that can be zoomed in clear. فبال digital radiography نقدر نكبر المكان نسوي له zooming بحيث نشوف الاريا. بس طبعا لا تنسوا digital radiograph resolution مالته مو مثل الفيلم, الفيلم ترى احسن صح, الفيلم واضح جدا. بس هاي digital radiograph هواي امور سهله, يعني مو مثل الفيلم. الفيلم شوية مزعج, أولاً يضيع, ثانياً احتمال البروسيسينج مالتك مو صحيح فيطلع مغوش. بس إذا الفيلم كان مضبوط البروسيسينج مالتك الريزولوشن مالتك والله أحسن من الديجيتال راديوغراف. حتى الكلاريتي أوف ذا إكس راي كان بي امبروفد باي يوزينج ديجيتال راديوغراف. الكلاريتي بس مو الريزولوشن, الوضوح. شلون نقدر نتحكم بالكلاريتي؟ إنه manipulate the contrast and the brightness of the digital radiograph. تقدر تحدد تغير contrast مع الأريا بحيث تطلع لك أمور أوضح من contrast معين. تقدر تقلل contrast, تقدر تزود contrast, brightness تقدر تتحكم فيه. فكل هاي تقدر إنه تعطيك picture اللي تشوفها مناسبة تحدد your decision عليه. فهاي من الفوائد مال الراديوغرافي. شنو الاشياء اللي تريد تشوفها بالراديوغراف؟ يعني انت بتاخذ اكس راي شنو اللي تريد تشوفه؟ طبعا عوضا عن الستركتشرز العاديه اللي نشوفها الانامو الدنتين البلب السمنتوم البريودنتال ليجمنت اللامينا ديورا الابيكا فورا اللي كل هذه نشوفهم, تقدر نشوف امور ثانيه. عندنا اول شيء البريابيكال باثولوجي اند ريليشنز البوزيشن مال كريتال وين موجود, بيا مكان, السايز مالته, هل هو بالابكس, هل هو صاعد دي فوق. فكل هاي نقدر نحددها من الاكس راي بخصوص بالدايجنوستيك اكس راي. اول ما نحدد التريتمنت بلان مالتنا لازم نحدد انه هذا كريتال ليجن treatable by root canal, by non-surgical root canal, لو لازم نسوي لك سكتم اللي هي surgical root canal, تسمية root canal أو تسمية root canal, non-surgical root canal اللي هو نستخدمها
root canal العادية نسميها وكل surgical root canal اللي هي vasectomy تمام؟ بالإضافة إلى vasectomy يسوي root canal تمام؟ فهاي راح تساعدنا إنه نحدد التريتمنت مالتنا من هنا وأيضا تساعدنا بالفولو أب أوف ذا بيشنت يشوف يعني أنت من سويت الإندو تريد تتخلص من البريوتيكال ليجن فشلون يجيك البيشنت ورا ست شهور ورا سنة بس يعني احتمال بالصدفة احتمال سكيدجول أنت مسوي له سكيدجولينج فتاخذ اكس راي وتشوف حجم البريوتيكال اكس راي البريوتيكال ليجن هل ازداد أو كثر أو راح تماما وصار هنا عندك بون بون ترابيكيلي يعني معناها هيلينج معناها التريتمنت مالتك سكسس والبروجنوسيس مال هاي الكيس جود نقطة ثانية نشوف السكليروسيس عن ريزوربشن اوف روت كانال طبعا دلني شوفوني نجيب كيس مال اندو اذا كانت مثلا يعني الدياجنوس مالتك نان فايتال تمام حكينا عن دياجنوسيس هواي وشلون تقدر تحدد تروث فايتال نان فايتال يعني مبدئيا من الهيستوري بالاضافة للكلينيكال تيست مالتك حدد فايتال نان فايتال فاذا فايتال ما اعتقد واصل الى مراحل انه يصير ديكال ليجن يعني او ديستركشن بالبون او انه سكلوروسيس لان وقت فاضي فالتوث كان فايتال فما بي مشكله بس اذا التوث كان فايتال احتمال بي واي مشاكل منها بريتيكال ليجن طبعا هذا راح ياثر على البروجنوسيس مالتنس او منها يكون عنده سكلوروسيس او ريزوربشن فانت حاول انه من تجيب كيس اللي تاخذ لها اكس راي بالبدايه راسا تشوفها انت تشوف اكو مشاكل بالروت اكو مشاكل بالبون اكو مشاكل بالكراون فكلها هاي تحددها يعني حتى تشوف الفالب شامبر اكو ستون ماكو ستون هاي كلها راح تاثر على الكراون كلها راح تسوي كومبليكيشن بالنسبه لكم الحالات السهله بس إذا يجي واحد حاله صعبة ليش لا خليه يطول. إن شاء الله إن شاء الله. عندنا بتشوف السكلروسيس والريزوبشن أو كنال هنا عندنا تشوف السكلروسيس. إذا سكلروسيس شو المشكلة اللي ممكن تواجه؟ دور ما نقدر نسوي أوبتريشن. ما تقدر تسوي قبل أنا. ما تقدر توصل للمكان. إيه. بس عادة إذا كان ما بيقدر يعني كان مو مشكلة. هو يعتبر اوبتريشن طبيعي بس اذا في بالمنتصف هذا شلون ما تقدر توصل لازم توصل له لازم للبريبيكال لازم تنظف المكان فاذا سكلروتك ما ممكن طبعا هذا احتمال البريبيكال احتمال من هاي الكنال يجوز مو من هاي سنجل كنال بس انت ما تقدر تخاطر لازم انه الكنالات اثنيناتهم تفتح ما تقدر لازم انه تتاكد انه وصلت للمكان الابكس النهائي. يعني صعوبة؟ صعوبة؟ تستخدم الجيهات، تستخدم المواد هواية، يلا تقدر تفتحها، واحتمال ما تفتح. ترى إذا ما انفتحت مثلاً؟ إذا ما انفتحت؟ سكتم. سكتم؟ لازم يتأكد إنه هاي الكنال أو هذا الحروف ما يسوي لك هي هاي المشكلة. فلذلك تسوي لك سكتم. فقلنا من النقاط سكلوروسيس والريزوربشن عندنا النقطة الثالثة اللي نشوفها في الاكس راي النمبر السايز اللوكيشن اند دايركشن اوف ذا روت جدا مهم طبعا السايز مال الروت جدا مهم اللوكيشن ايضا وين موجود والدايركشن اوف ذا روت الكير مالته اكو كير اكو كير طبعا اكو كير عادة الكيرفات تكون هيج او هيج يعني بزاوية يعني تتراوح ما بين 30 الى 60 درجه مئويه زاويه بس الكيرفات على شكل اس دبل كيرف هاي تستخدم لها انسترومنت خاصه تكون فلكسبل سوليبل سوليبل تمام تقدر تدخل بدون فراكشر اوبتريشن تقنيات خاصه راح اعطيكم محاضره تختلف لا اوبتريشن كلش هواي تقنيات انسترومنتيشن كلش هواي سيستمز اكو هواي ان شاء الله يعني محاضرات الجاية يعني اكثر متعه يعني لانه راح تكون انترا كنال انسترومنتس روتري انسترومنتس اوبتريشن تكنيكس المختلفه زين واللي هي موجوده هسه حاليا بالسوق يعني موجوده وايد زين
فبالنسبة لكم المنهاج مالكم التكس انه يستخدم ستاندرايز تكنيك لستينلس ستيل انسترومنت ستيب باك تكنيك لاترال كونديشن تكنيك بس هي مو بس هاي عنده هواي اكو شغلات كل شو هواي زين ومستمر طبعا يوميا يطلعوا التقنيه دي ان شاء الله التقنيه فقلنا الاكس راي يساعدنا بهذا الشيء انه نتعرف على الروح مالتنا اللي هو مكان الشغل مالتنا الاستموسيس بين كانال بمعنى الكوميونيكيشن ما بين الكانال ايضا تشوفوها بالاكس راي اكو شيء اسمه راديكولار ايكوال جروث اللي هو جروث على اللينجوال سيرفيس خصوصا باللاترال هذا عادة ما يبين كلينيكالي فيبين الاكس راي لازم تميزه عن الكنار شوفه يفرق عن الكنار لانه جروث بالذات على الاوكتر سيرفيس على اللينجوال سيرفيس فهذا التول ما ممكن انه تعالجه بالانتو مفتوح مفتوح تماما ايضا تساعدنا الاكس راي بالتريتمنت قصه الملامح انا ما اذا هذا هذا شلون واضح هنا لازم نشوف هنا اكو جروب كامل موجود على طول نشوف الكاركتر داير من دايره لان ما ممكن انه يتعالج مفتوح يعني اكو جروب هي انت هنا عندك الجنب والجنجبه فهذا المكان يكون قد مكان دخول بكتيريا اورال فلويد للبون وللبرايفيكال اريا بدنا نشوف انه اكو دائما انفكشن موجود فهذا ما يتعالج الا في حالات معينه لا اكيد في كرات حتى اذا ما في كرات اذا طبيعي اسيمبتوماتيك التريتمنت يساعد الاكس راي ديترمايننج الورك لايف تمام موفينج ذا سوبر امبوزينج ستراكشر نحاول إنه نتجنب السوبر كوزيك ستركتشر مرات أكون مثل مرات من الساينس ونغطي الروت فنأخذ another direction confirm position of master cone قبل الـ obturation والevaluation of the obturation طبعاً تمنظوم من عندهم أربع X-rays diagnostic في الكيس عدم عندكم تأخذ diagnostic قبل ما تبدي شغل وتسوي اكسس اوبنينج بعدين تاخذ وقتين لاكس راي مطلوبه بعدين تسوي انسترومنتيشن بعدين قبل الاوبشريشن تسوي ماستر كون تجيب الجاتابيرتن ماستر وتخليها مكتوب وتحصل الكرايتيريا مالتها اللي راح تجيبهم عليها انه تحصل تاك بار فول وقتين تاخذ الاكس راي هاي ماستر كون اكس راي بعدين تبدي الاوبشريشن ورا الاوبشريشن ايضا تاخذ بوست اوبشريشن اكس راي فمطلوب منكم اربع اكس راي يعني بالكيس أربع سنوات مثل ما قلت حطوها بحافظة كتسوها بيك إكسرائيل فمثل ما قلنا الورك ليف أوبشريشن و موفينج ذا ستراكشر هذا الساينس اللي كان غطيلك إياه بتقدر تغيره بوزيشن أو أو تكنيك أيضا إكسرائيل راضينا الإنسترومنت سيبريشن أو بريبريشن هنا إنسترومنت مكسورة ممكن تشوفها بالنيك اي او نعطيك مايكروسكوب تقدر تشوفها فلازم تستخدم الاكس راي How to obtain a good radiograph اول شيء proper placement of the thumb in the patient mouth correct angulation of the cone in relation to the thumb and for structure اللي هو هاي التايم شيت correct angulation ورا ما تحدد المكان الفيلم تحطه الكوركت انجليشن جدا مهمه حتى تعطيك الاكس راي المضبوطه كوركت اكسبوجر تايم والبروبر ديفلوبينج تكنيك عندنا هسه ديجيتال راديوغرافي اللي هي يعتمد مبدئها اون الكترونيك ديتكشن اوف اكس راي جنريتد ايمج ذات از الكترونيكلي بروسيسد اند ريبروديوسد اون كمبيوتر سكرين بمعنى انه اكو ديفايس معين اكس راي سورس يجي على هذا الديفايس فتتولد عندنا صوره بالكمبيوتر نقدر نشوفها يعني ماكو فيلم ماكو بروسيسنج ماكو ديفلوبر ماكو فيكسر
وانما الكترونيك الكترونيكالي جنريتد ايمج. ثلاث انواع three variation of digital dental radiograph and the direct dental digital system اللي هو النورمال بصوت كلها النورمال ديجيتال سيستم وعندنا ستورج فوسفور سيستم ايضا يستخدم بكثرة بس اشرح لكم عليها وعندنا الاندايركت دنتال ديجيتال سيستم. بالنسبة للدايركت دنتال ديجيتال سيستم شنو الفكرة مالته؟ يوز السوليد ستيت سنسر اللي هو هذا السنسر موجود اللي بيعوها هسه موجود في العراق سنسر يجي اللي هو تشارج كابل ديفايس بمعنى انه فتبليته بها ذرات معينه تتاثر بالاكس راي فتتغير فمن تتغير تلقي له سيجنال السيجنال تروح للكمبيوتر يسوي له بروسيسنج فيسوي لك ايمج معينه فهو سي سي دي مثل السنسر مال الكاميرات كاميرات الديجيتال او البروفيشنال تكون على شكل سي سي دي اكو سي موس ايضا فهو في الديفايس يلتقط لك الاكس راي ويحولها للكمبيوتر. This system have a cable that connect the sensor to the computer and in turn to the screen monitor. فتطلع لك الايمج سريعة واضحة تقدر تعيدها بسهولة للبيشنت وهو بعد يعني لازم السنسر تمام؟ فشي كلش حلو مرتب. عندنا ستورج فوسفور سيستم هذا يختلف طبعا هذا فيه مشاكل لانه الكيبل يضوجك شويه هذا السنسر ما بيه مرونه قوي فذلك مرات صعوبه تتعامل وياه زين والكيبل شويه مزعج بس هذا لا غير طريقه ستورج فوسفور سيستم هاي عباره عن قطع او بليتات مال فوسفور طبعا احنا الفيلم العادي هو سيلفر بليتات مال سيلفر تمام بارتكلز مال سيلفر فيها هذا فوسفور فهذا فائدته انه يحتفظ بالصوره يحتفظ بالصوره وتقدر توديه سكانر خاص يقرا بالليزر هذا سكانر ليزر ليزر سكانر فمن تدخل الفيلم دي يقرا ويطلع لك صوره ديجيتال على الكمبيوتر فهذا تاخذ الاكس راي دي تطلع البليته طبعا تدخلها بالجهاز الجهاز مربوط بالكمبيوتر يقرا طبعا هذا احسن وسعره غالي طبعا هذا $5,000 يوز ا فوتو ستيمولابل فوسفور فليت بمعنى انه تاثر بالاكس راي سورس ستور ذا ليتنت ايمج طبعا تقدر تستخدم اكثر من مره يعني بي عمر معين كل بليته بيها عمر معين يعني مثلا 2000 اكسبوجر وراها تفقد فاعليه فتقدر تستخدمها أكثر من مرة طبعاً هذا الانفلوب تغير من تيشن إلى تيشن هي هاي الفوسفور فتحط عليها طبقة معينة اللي هي الكارتون بعدين تخلي الانفلوب البلاستيك هذا اللي تتخلص من عندهم تبقى البليتة البليتة دائماً تبدل بين تيشن وتيشن تبدل الانفلوب مالتها تمام؟ الطريقة الثالثة اللي هي الاندايركت ديجيتال سيستم هو الفكرة شنو من نقول ديجيتال ديجيتال يعني معناها انه تشوف على الكمبيوتر الصورة تطلع عندك على الكمبيوتر تشوفها على الكمبيوتر فذني كلهن يطلع على الكمبيوتر مو فيلم تشوفه بعينك فمثلا انت عندك الاكس راي العادي الجهاز العادي اكس راي سورس وعندك الافلام تريد تشوفها على الكمبيوتر فاخترعوا هذا الجهاز اللي هو الاندايركت ديجيتال سيستم انه تجيب الاكس راي فيلم مالتك العادي لخفته خليه من هذا الجهاز اللي هو سكانر دخله يسوي له سكانينج يحول لك اياه للكمبيوتر فايضا هيك حاله راح تصير عندك ديجيتال ايمج تقدر تتحكم فيه ها؟ والله ما اعرف بس ايضا هذا مفيد سكانينج هو الفكره انه ليش تحوله ديجيتال حتى تتحكم بالكونتراست البرايتنس مالته وايضا تتحكم ماجنيفيكيشن ماجنيفيكيشن اقدر اتحكم بها ماجنيفيكيشن ماجنيفيكيشن وايضا تخلي اسم المرير التاريخ والهذا حتى ما يضيع عندك شيء تمام كل الاكس رايات اللي عندك تقدر تحولها الى سكانينج ديفايس يعني تدخلها بسكانينج ديفايس وتحولها على الكمبيوتر الى البيشنت
فبني ثلاث فاريشن هي الديجيتال راديوغرافي. شنو هي الادفانتج مال الديجيتال راديوغرافي عن النورمال او التراديشنال راديوغرافي؟ ريديوس اكسبوجر تو راديشن. طبعا السنسر كلش حساس للاكس راي، فوسفور بليت كلش حساس للاكس راي، فذاك ما تحتاج اكس راي قويه حتى تقدر تطلع الصوره، اكس راي كلش قليله. فدائما الديجيتال راديوغرافي تعتبر من الامور الامنه للبيشن، يعني السنسر الفوسفور بليت من الامور الامنه. الكريز سبيد اوف اوبتينينج ايمج سريعه، راسا ما تحتاج بروسس راسا تطلع الصوره. Possibility for digital enhancement بمعنى انه تغير الكونتراست البرايتنس الوضوح مالتها. Storage as a digital data in computer كنا تخزنها ما تضيع عندك، بينما الافلام تضيع عندك تشمر وتضيع المجرات، بينما هذا تطلع الكمبيوتر عندك كل بيشن وريكورد مالته. Ease of transferability مثلا احتاجت تعطيها لطبيب ثاني او يشوفها شخص اخر او تشوفها بغير كمبيوتر. مثلا هناك في لندن كنا مستشفى كبير تقريبا 22 طابق، فانت تشوف هالطابق تقدر تروح لغير طابق تفتح الحساب مالتك تدخل تشوف الاكس رايز مال بيشنت مالتك، فتقدر انه ترانسميسبيلتي سهله بالاستراتيجيه. والليمينيشن اوف مانوال بروسيسنج ستيب معناه انه بعد ما نسوي مانوال. شنو هي الكومبوننتس مال دايركت كنترول سيستم اللي هو الاول؟ راديو كومبوننت، فيجيو كومبوننت، وتراكينج كومبوننت في حاله تحتاج تحسب. بس راح اعطيكم موضوع احتمال يعني داخل عندكم بالامتحان او لا، بس مو يفيدكم. السي بي سي تي ان اندونتكس شنو مختصر السي بي سي تي؟ اذا بنشوف الطايف وين في ولا بعيا لا بعده لازم يشوف اللي يريد يطلع عادي على راحته، يريد يطلع عادي على راحته ما لازم هذا. بس في الفشي يعني فيكم يلا عندكم وين الورقه؟ هاي قبول كامل، هاي قبول كامل هذا. لا اللي يريد يطلع عادي على راحته، بس ما عندكم عيادات. وينكم؟ ماكو عياده. السي بي سي تي راح اعطيكم مختصر. لا اشرح كله. اللي هو السي بي سي تي هو عباره عن كون بين كمبيوتر التوموغرافي. الفكره مالته انه يطلع لك ثلاث مقاطع. للسي. وقلنا في كم مقطع واحد؟ 2 دايمنشن. اكس واي هذا 3 دايمنشن. فيطلع لك مقطع جانبي مثل ما تشوفون ومقطع بالعرض كورونا ومقطع ساجيتال من فوق. تشوفون المقطع هي 3 dimensional imaging technique developed for imaging of teeth and jaw. زين شلون يشتغل؟ عندنا اكس راي سورس ديتكتر روتيتنج جانتري. انا راويكم الصوره احسن. هنا عندك البيشنت اوبجكت، هنا السورس مال اكس راي، وهنا سنسر. السورس والسنسر مربوطة ذراع تمام؟ فمن قبل اكس راي فهذا الذراع يفتر الفرة مالته 180 او 360 يفتر دائر مدائر المريض مثل الاوبجيكت. فاثناء ما يفتر مثل الاوبجيكت اثناء ما يفتر يطبي نبضات اكس راي او اكس راي مستمرة، فياخذ صور متسارعة واحدة ورا الثانية واحدة ورا الثانية. فالسنسر راح ياخذ تقريبا مئات الصور البيشنت الواحد. طبعا انت تحدد الاريا يا منطقه الحجم مالته، طبعا 4 في 4 او 8 في 8 او 12 في 12 للراس كله جماعه الاورثو جماعه الاورثو ناس سيرجر. احنا بالاندو 4 في 4 بس السنين الثلاثه تمام. فياخذ صور متعدده متعدده، بعدين برنامج خاص هذا شكله. هنا البيشنت يحل راسه يعاب على هذه الشن مالته يعاب عليها والأنمي يفترع يا اما 180 او 360 درجه تمام. في جنريت ا لوت اوف بيكتشرز ا لوت اوف ايمجز. بعدين شو يسوي؟ هاي مثل ما تشوفون هنا ايمج هنا ايمج هنا ايمج هنا ايمج. فهو اثناء ما يفتر ياخذ ايمج، فلذلك راح ياخذ ايمجز ديفرنت بوزيشن. بعدين السوفت وير شو يسوي؟ يجمع بين الايمجز يجمعهم كلهم يسوي مكعب مال داتا
من الايمجز مكعب ثلاثي الابعاد تمام. فهذا المكعب راح يسمح لك انه تشوف المكان مال اريا ان 3 دايمنشن تفرق. هسه راويكم انا عندي سي بي سي بس ما يطلع ده شو لازم اعرفه يطلع 3 دايمنشن تقدر تفرق. فهاي الفكره مالته انه يجمع عده بروجكشنز مال اكس راي ويجمعها ويسوي لك مكعب مال داتا او مجمع مال داتا. ادفانتج مالته اوفر كم ليميتيشن اوف كونفشنال راديوغرافي بروديوس 3 دايمنشنال فتقدر تعرف الاناتومي بصوره اكثر. Anatomical noise can be easily eliminated. شنو anatomical noise؟ قلنا أي structure يغطي لك التوث بالإكس راي يعتبر anatomical noise ضوضاء تشريحية. بمعنى أن الساينس ممكن يغطي لك the roots of the tooth. الزيجوماتيك arch ممكن يكون تخين جدا يغطي لك المكان مال area of interest. هذا تقدر تتجاوزه لأن إذا مثلا مقطع طلع لك ساينس مغطي التوث تقدر تفرد المقطع تشوفه بغير مكان. الـ software necessary for CBCT data reconstruction can be run on personal computer while the scan times of CBCT are shown in the comparable panoramic radiograph. طبعا الدوز هنا اكثر شوية من CBCT فاستخدامه بالاندور في حالات يعني معينة بس يحاولون انه يكثرون الاستخدام عشان يسوون اجهزه الدوز مالتها اقل. كل ما الدوز مالتها تقل كل ما احسن. الابلكيشن مالتي ديتكشن اوف كاريوتا سي بي سي تي طبعا هذا جزء من البحث مالتي. اشتغل البيشنت سي بي سي تي ديجيتال راديوغراف وشفت انه ياهو الاحسن يسوي لنا ديتكشن للبريفيكال ليجن فلقينا انه سي بي سي تي مور اكيوريت ديتكشن اوف بريفيكال ليجن. يعني اكو اسنان كانت موجوده تشوفها بالاكس راي ما فيها بريفيكال ليجن ما فيها اي مشكله بس تني تشوفها بالسي بي سي تي تلقى بريفيكال ليجن. اسسمنت اوف بوتنشال سيرجيكال سايت بالنسبه للسيرجري. اسسمنت مانجمنت اوف دنتال تروما مرات الفراكشر هذا شوف بالبريفيكال ما واضح اكو فراكشر عندك ماكو هنا ماكو فراكشر بينما هنا بالسي بي سي تي في جهه معينه نشوف انه اكو فراكشر موجود بالروت. اسسمنت اوف روت كانال اناتومي اند مورفولوجي مهم. النمبر اوف روت كانال اسس ذا ميجر ديجري اوف روت كانال كيرفيتشر واسسمنت تريتمنت بلان تو فور دنس انفاجينس اند كيوز تو. Diagnosis, assessment, and management of root resorption. إذا تشوف الإكس راي، تراكيكال إكس راي، ما واضح الريزوربشن. بينما من تأخذ بالسي بي سي دي، مقطعين من الأكسيال كورونا والساجيت أو ثلاث مقاطع، فاثنين من المقاطع تبين لك إنه أكو ريزوربشن واضح. من الفيديو دكتور. بس ده أراويكم السي بي سي تي شلون تقدر تستخدم على البيرسونال كمبيوتر. اي دكتور. لا هذا واقف دكتور خلينا نرجع الشكل عاد ذاته شو؟ ما يطلع. ماكوش كمان. بس هذا عندنا بس طلاب عين رجاء فيجيك الفولدر مال سي بي سي دي يجيك الفولدر طلاب صوتكم لا صوتكم طلاب صوتكم شنو فيجيك الفولدر مال سي بي سي دي تقدر تفتح الون فوليوم فيور زين فيطلع لك الداتا مالته يحمل عندك وثلاث الأبعاد فتقدر تشوف عدة مقاطع لي السجيتال الكورونا وال الهستوغرام وقلت فإذا تشوف هنا تقدر تحرك
التوث اذا تحرك مثلا مقطع واحد البقيه هم تتحرك، فتقدر تشوف الكنام لان هذا كراون، تقدر تمشي على طول الكنام وتشوف اذا اكو عندك انسداد او فتحه او ريزوربشن او كيرفتشر او اي مشكله. هنا البريفيكال اريا ايضا تقدر تشوفها، هنا تقدر تحدد تشوف المقطع الاخر، فتقدر انه تشوفه بمختلف الزوايا. هي هاي الفكره من عنده، فاذا كانت زاويه من الزوايا تعيقك او ما تعطيك الاشياء اللي تريدها تقدر تفرها بسهوله وتشوف من زاويه اخرى. طبعا هذا يفيد بالاندو في حالات الريزوربشن جدا مهم، في حالات عندك الكرفوريشن جدا مهم، يساعدك في عمليه التريتمنت وعمليه البروجنوسيس اوف ذا بيشنت او الفولو اب اوف ذا بيشنت. 11 ل 10 الساعه، يقول الساعه خلصنا.